الحمد لله رب العالمين. اليوم أنا فقدت ابني يزن، بعد يعني ما إلى 10 أيام في المستشفى تدهورت حالته الصحية بزيادة. لا ما وصلنا لهيك، إنه الحمد لله اليوم فقدته، والحمد لله رب العالمين على كل حال. ولا كنت متوقعة 1% إنه يزن ابني يوصل لهذه المرحلة، ولا عمري كنت متوقعة إنه يزن يوصل لدرجة إن أنا أطلع فيه مش مستحملة أشوف منظر ابني بهذا الشكل، بالشكل اللي هو كان فيه، ولا كنت متوقعة. الحمد لله رب العالمين. الغذاء الخاص فيه مش موجود، والعلاج كذلك مش موجود. صحيح يزن له أكل خاص، الأكل المهروس، الأكل المطحون، هاي أكل يزن. كان يزن قبل الحرب زي ما حكيت لك إنه بياكل زينا زيه عادي، بياكل البيض، الموز، الفاكهة، الأكل المهروس، حاليا مش موجود. أنا بقول يعني بالتحديد لمنظمة الصحة العالمية، للحلال كمان اللي زي يزن، هذول في لهم أكل خاص، في لهم علاجات خاصة، في لهم أدوية خاصة عشان حياتهم تستمر، لأنه هذا إشي بارين عليه وعايشين عليه. والهل الوقت لما يكون مقطوع هذا الكلام في الحرب عليهم أكيد بيكون على حياتهم بسالة، وعلى دور حياتهم الصحية بشكل تام نفس ما صار في ابن يزن. يزن على السور في الجنة إن شاء الله.